أعزائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا مجددا في الدرس الثالث من الميسنج فيو للمستوى الثاني. في الدرسين السابقين قمنا برسم السايد ومن ثم عملنا إسقاط من السايد إلى الفرونت فيو وقمنا برسم الفرونت فيو. الآن سنتطرق إلى رسم المسقط المفقود اللي هو الميسنج فيو، واللي هو في هذه الحالة التوب فيو. في البداية نحول اللاير إلى الام زيرو، وإذا لاحظنا أنه لا يوجد مكان لرسم التوب فيو لأن اللوحة صغيرة على هذه الدايمنشن أو القياسات للشكل بتاعنا. إذا نكبر اللوحة ونحولها من A3، هي A3، نحولها إلى A2، وذلك ب الدبل كليك على طرف اللوحة الشيت ونختار من هنا A2. نلاحظ انه في عندنا A2x3 A2x4x5، لأننا نحتاج الـ A2 فقط. نقول له اوكي. سيطلب منا الان تحديد الاشكال، select object، نقوم بسلكت الفرونت والسايد فيو اللي احنا عملناهم وانتر. اصبحوا في الوسط. طبعا بما انه احنا على اللاير AM0 تحولت الشيت ايضا تحول الى اللاير AM0، لاجل ان تكون اللاين ويت اخف نحوله الى اللاير 0 فقط الشيت. اسكيب ونقوم بعمل التحريك للفرونت والسايد قليلا الى اعلى بالموف سيلكت اوبجكت ومن ثم انتر وكليك ونسحب الى اعلى والاورثو اونها، اهم شيء الاورثو. نقوم بابعاد قليلا الفرونت فيو، سيلكت فقط الفرونت وانتر كليك، ناخذ شوي الى اليسار و موف للسايد وانتر، ناخذ شوي الى اليمين. ولاحظ تاكد ان الاورثو اون عشان ما يصير عندي حركه. لاحظ اذا تحركت من الاسقاط كله صار خطا، لازم يكون دي اف 8 او اللي هو الاورثو مود، بحيث يكون الحركه فقط افقيه لأجل الحفاظ على الإسقاط لهذه والإسقاط للأخرى. هكذا رتبنا اللوحة بحيث نبدأ العمل على التوب فيو. نأخذ عملية إسقاط في البداية vertical من بداية الفرونت لنهاية الفرونت، لأن هذه المسافة هي طول الفرونت. الآن نأخذ مسافة من السايد والسايد، هذا سيكون عرض السايد وهنا عندنا طول الفرونت. سأخذ horizontal line كبداية للتوب فيو، ها هو من هنا سيبدأ عندي التوب فيو. لأجل عمل البروجكشن على 45 degrees على 45 درجة، لن أذهب إلى هنا وفي عندنا bisector بايسكت اي نصف هذه الزاويه 90 درجه، هذه مع هذه الزاويه 90 درجه، هذه ضلع الزاويه 90 وهذا ضلع الزاويه 90، وقام بعمليه تنصيف. اذا هذه صارت 45 وهذه عمليه 45 درجه، نص 90 45. لازم اتخلص من هذه الزياده اللي هنا، اقوم بعمل ترم بين هذين الخطين، بين هذا الخط وهذا الخط وانتر، ونزيل الجزء هذا والجزء الثاني. كما لاحظنا نتخلص من الكونستراكشن لاين بعملية الاكس هنا، لأن هذا الخط أريده في كل الأحيان بحيث لا يتم حذفه. إذا سأحوله إلى لاير آخر غير لاير الكونستراكشن، هنحوله إلى لاير زيرو. الآن بعملية الديليت لهؤلاء، إذا سيبقى هذا في 45 درجة لأجل العمل عليه. سأتراجع. أوكي، إذا هذه بداية التوب. نهاية التوب حتكون مع نهاية السد العرض نفس العرض. ناخذ construction line من نهاية هذا. ماذا سيكون عندي في التوب؟ عندنا قاعدة 120 طولها وعرضها هذا العرض كامل. إذا سنرسم هذه القاعدة، هذه القاعدة أمامي. إذا 1 2 3 4
هذه القاعدة من أعلى، إذا نظرنا من أعلى هذا بنراه، نرى هذه القاعدة من أعلى. ماذا يوجد على هذه القاعدة؟ يوجد عندي السلندر هذا، أوكي، والويب من أعلى، نفس الشيء في الصوب الثاني، سلندر والويب. نبدأ بإسقاط الويب أولا، الويب من هنا، وناخذ كونستراكشن لاين. دعونا ننهي هذا الكلام، لا نريد هؤلاء، سنتخلص منهم كلهم، ونبدأ إسقاط جديد. هذا من الويب، أي الويب، وهذا هنا الويب، والويب جاي على كامل القاعدة، لكن من هنا عمودي من الصوب الثاني مايل. أوكي، نقوم بإسقاط السلندر الآن. نعرض السلندر، خلنا نأخذ طول السلندر أولا بالفيرتيكال، إذن هذه بداية السلندر وهذه نهاية السلندر. أوكي، من السايد هذا السنتر، والآن هوريزونتال هذا هو السنتر الهول. بداية الهول مع بداية السايد، ولكن نهاية الهول سوري عمودي نهاية الهول، هي نهاية الهول. والآن نأخذ إسقاط على 45 درجة من التقاطع، إذن الهول بتاعي ها هو الهول في المنطقة هذه، في المنطقة اليسرى، الهول في المنطقة اليسرى. عشان أكمل الهول سأرسم، أقوم بمد هذا الخط إلى هنا، كليك الجريبس، أعمل ستريتش إلى هذه النقطة. سأرسم الآن السلندر، إذن السلندر ها هو السلندر، من هنا إلى هنا إلى هنا وكلوز. هذا الخط أصبح تحت السلندر، وبالتالي نقول عملية تريم هنا وإنتر، ونزيل هذا الخط من القاعدة، أصبح تحت السلندر، سنحوله إلى هدف في الـ أوكي. إذا الويب سيكون على 20، ها هو الويب، إذا من هنا إلى هنا هذا الجزء الظاهر من الويب، ولكن الويب جاي أندر تحت السلندر أيضا، وبالتالي سنحول إلى هيدن لاين الحين، ونكمل الويب لكامل سلندر من هنا إلى هنا أيضا. واضحة الآن، نتخلص من هذه، من هذا هو السلندر في الجزء الأيمن، سوري AM0، هو موجود في هذه المنطقة، لاحظ في اليمين خالص، محاذي لهذه هنا، إذن جاء محاذي لهذه، ويبعد من هنا إلى الخلف، يعني يبعد إلى هنا هي، ونهايته هني. الويب جاي لاحظ كامل من الصوب هذا، ومن هنا جاي إلى حد معين. نشوف نهاية الويب وين، نعمل إسقاط vertical نهاية الويب، وإسقاط horizontal على 45 درجة، لأن الويب بتاعي سينتهي هنا، الويب بتاعنا سينتهي هنا، وهذا سيأتي في الأسفل، أسفل منه. نقوم بعمل stretch هذول الاثنين عشان ما يتقاطعوا فوق بعض، حكينا إذا كان الفيزبل فوق الهيدن سيتنحى، وهذا الفيزبل واحد سوري إلى هنا. واضح الآن، سنقوم بعمل الفلتس الآن لهذا الويب،
طبعا دعونا نضع السنتر لاين. بكل بساطة سنقوم بعملية نقل لي الهول. في داخل في عندنا هول اولا، بدنا ناخذ الهول كوبي والهول كليك وانتر. ساخذه من هنا من المنتصف وضعه في المنتصف من هذا الهول الذي لدي. تخلص من الكونستراكشن لاين ونقوم بعملية الفيلت. كما سبق وذكرنا الفيلت عشان اعمل فيلت على ثلاث، اذا هنا ثلاث كمان لاين من هنا ثلاث فيلت انتر ثري وذ تريم اولا مع تريم اوتوماتيك. خلينا نعمل تريم وش نعمل نخلص من الويب. اذا هذا الويب واحد اثنان واحد اثنان، هذا الويب سيكتمل لأسفل إلى نهاية الويب الهيدن المكمل له مع نهاية الويب. كمان مرة فيلت ولكن هذه المرة انتر. سنشيل تشيك عن هذه بحيث نعمل تريم مانيولي بين الويب وبين السلندر. إذا بين الويب والسلندر واحد اثنان واحد اثنان، نقوم بعمل تريم مانيولي الحين. تريم بين هذين القوسين واحد اثنان انتر، نشيل هذا الجزء. هكذا اصبح لدينا السلندر مع هذا. الويب السفلي سيكمل الى اسفل ما في عندنا اي مشاكل. هنا اوكي ماشي. الان سنقوم بعملية الميرور لهذا الجزء اللي هو متماثل. اذا نقوم بعمل ميرور لهؤلاء سنقوم بعمل ديليت لهذا اولا. دعونا نقوم بعمل ديليت. هاي ديليت فيرست بس انه ما نضطر لعملية تريم. مرة ثانية ميرور لهذا الجزء. لاحظ سلكت ويندو بدون ما اسلك هذول الاثنين انتر والوسط هو هذا الوسط وليس الاسفل. انتر انتر. نقوم بتكملة هذا الجزء كما اكملنا في هذا ما نراه من اعلى. هذا ما نراه من اعلى. في الأسفل ماذا لدينا؟ لدينا هذا كاملا والعرض بتاعه. هذا هو العرض، هذا هو العرض والموقع لهذا الويب. نعمل construction line من بداية الويب لنهاية الويب. سوري لنهاية الويب. هنا هذا delete غلط وأعتقد هذا كمان غلط. نرجع مرة ثانية construction line vertical بالضبط في الـ end point. نعم construction line horizontal على 45 درجة ومن التقاطع هنا واحد هنا اثنان. إذن هذا هو الويب الذي لدي على كامل القاعدة، على كامل هذه القاعدة. بما أنه في الأسفل إذن سيكون hidden line، تحول إلى hidden line ونأخذ line من بداية الويب ها هي لنهايته. لاين آخر من بداية الويب هنا إلى نهايته. أوكي نتخلص من construction lines الآن. إذن هذا هو الويب اللي في الأسفل، هذا هو الويب الذي في الأسفل اللي هو هذا. جعل كامل القاعدة. في داخل هذا الويب في عندي هولين، ها هما الهولان. ناخذ الهولات على الهيدن برضه، حيظل الهيدن نخلي الهيدن. ناخذ ايش؟ اسقاط لسنتر الويب سوري الهول الاول سنتر الهول الثاني ها هما.
ونقوم الآن بعملية على الهول رايت كليك باور نيو فيو ونريد اللي هو سيلندريكال وستم الحفر من هنا إلى هنا الجزء الأول بنفس الطريقة لهذا الهول كليك رايت كليك نيو فيو فرونت وطبعا فرونت يعني سيلندريكال هذول الهولين الأسفل هذول الهولين صاروا في الأسفل ماذا بقي لدينا؟ بقي لدينا دعونا نتخلص من هذه بقي لدينا الويب الأول والويب الثاني إذا الويب الثاني واصل من هنا إلى هنا وإذا أخذنا له إسقاط لاحظ سيكون بداية هذه اللي هو نهاية السايد من هذا الصوب إلى أن يصل إلى هذا الويب اللي هو حطيناه بالعرض كامل على كام؟ على 20 والثاني سيأتي بالعكس من هذه المنطقة إلى هنا برضو على 20 وبالتالي سنأخذ إسقاط فيرتيكال للويب هذا سوري نأخذ من الوسط هنا أفضل 1 2 دعونا نبتعد عن الفلت والآن سأتقاطع الويبات هذه داخل نأخذ لاين من هنا إلى هنا لاين آخر من هنا إلى هنا و من الأذر سايد لاين إلى هنا ونأخذ لاين آخر من هنا إلى هنا ونتخلص من الكونستراكشن لاين من هذه الويبز اللي راح تكون عندنا هذا الويب الصغير اللي جاي من المنطقة هذه إذا عملنا إسقاط له من هنا إلى هنا إذا سيكون في هذه المنطقة دونا بس لأجل الشو راح في البداية هنا نهاية الويب هنا إذا أخذنا له إسقاط لاحظ تطابق مع هذا السايد وتطابق مع السايد الثاني إذن ها هو هاي حدود الويب الأول ونفس الشيء بالنسبة لحدود الويب الثاني إذن هو من النهاية إلى هنا ومن هنا إلى هنا نتخلص من construction line هكذا نكون قد رسمنا إلى حد ما حددنا معالم التوب فيو كاملة إلى أن نلقاكم في الدرس القادم مع السلامة